أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في الحلقة البونس لليوم. اليوم والله بعدني مريض متكم بس ما عليه، تستاهلون حلقة جميلة جدا. أنا سويت شارع زيادة هني عندنا بس ما وصلت هني لحظة، وعدلت الأرض شوي، سويت هاي الأمور اللي أحس ما حد يحب أسويها في ال تقول ما توصل الوسخ الوسخ. إنزين أبا شارع بعد من هني لين شوي الأرض، شوي الأرض ملعوب فيها ترى على أساس البحر وهاي الأمور، بس أبا أرض من خلونا نسوي أفا لحظة تور مالي مش شغال أمسك ما عليه، لما نسوي أرض من أوكي شغال بس مش على هاي لحظة، نبغى نسوي أرض من هني الحين اشتغل. انزين من هني لين هني تقريبا، بس تعرفون شو بمد لي شارع صغير حق الجيت، لأن في جيت لازم يمرون داخل وين الحديقة نفسها، يعني اللي بيجي الحديقة، الحديقة عبارة عن قسمين أوكي. فشو بسوي؟ بحط لي شارع صغير حق الحديقة، شارع يكون أيوة هذا في حشيش من هني لين، مو مشكلة هالكم بيت ما على بيتأقلمون مع الوضع مع الوقت. إنزين والشارع من هني لين أبو مربع ثاني، لا مربع واحد بس لين هني تقريبا، لأن ها كله بيستوي حديقة، نطاق حديقة ما في شغلات ثانية. فبنحط باركينجز على أساس نسكر على المكان من الصوبين. زين وابا باركينجز السولر، سولر انا عايبيني اخر فترة، هذا بخرب هذا البيت حبة. افا افا يا صديقي، هذا شو مش بيت ريزيدنس؟ اذا هدمتك اي اوكي انزل. وبنحطي باركنين زيادة، هاي الباركنين، هاي المداخل الحديقة، ومداخل الحديقة الثانية من هني تقريبا نفس الشيء. قلت لكم ما عندي مشكله بشل البيوت بالطريقه هاي اوكي، هاي وين الناس توقف، بس خلينا نخليهم ما يوقفون على وين، على الشارع، عشان نسوي لازم المدينه يكون فيها شو حديقه، اذا ما فيها حديقه ترى نوعا ما ملل. هنا ما في باركنات اصلا فمرتاحين من الموضوع. انزين ما نبي الناس تبارك، شوفوا قاعد يدخلون في العماير، هذا ثيم الجيش هذا اللي هو ناكبني. انزين دائما يحط سيارات عشوائيه جيش في نص المدينه، بس عادي على اساس الناس والعالم يعني تاخذ بونس رايد. هذا سيده ولا مش سيده ولا شو السالفه؟ لحظه لا سيده احس، ليش احس مو بسيده؟ انزين وبنيب خطوط مشي، لان ما عندنا الحين من احنا ماشي، فخلنا نيب نمشي من هني لين يوسخ، من هني لين خلنا نشغل هذا هني اوكي، هذا بيعدل شوي نايس اوكي وصل. واللي بسويه بالموف التول بحرك هذا شوي لداخل زين، وبسوي الاين حق هذا ولا يعدله لين يوصل لين الشارع. زين بنحط مجموعه خطوط ثانيه. زين خلني بخط من هني لين اح، ليش زعل اني بخط بالطريقه هاي، شارع بالطريقه هاي اوكي. ونسوي هني احس يباله خط من هني لين هني بالطريقه هاي، ومن هني لين هني بالطريقه هاي. وشو نسوي؟ نسوي لهم سلكت هايل وننزلهم شوية. أيوة شوية عرجات مش مشكلة، بس وايد لا وايد لا. في نهاية اليوم هاي حديقة، والمماشي هاي وين الناس راح تجي في نهاية اليوم. انزين نبى نحط هني مكان ما مترو، بعد هني نفس الشيء نبى نطلع باركنات داخلية هني، كل حديقة واحدة نعم، لكن المداخل مختلفة، المداخل
مش كلها متشابهة. انزين خلنا نجيب هذه من هني لين هني، لف بالطريقة هذه. انزين ونجيب باركنجز، واحد اثنين، هذا غلط اشوفه يعني. لحظة انت تعال هني بالطريقة هاي. انزين كلهم عدل الباقيات، اي كلهم عدل. انزين بنيبه هني ويمكن اشل هذا، لحظة اشل هذا واخلي مكانه طريقة هاي الشارع، ان هذا النهاية. اوكي وهذيل سوي لهم تقاطع هني، هذيل سوي لهم تقاطع هني. اوكي شوفوا شوفوا الوضع الحين، لا بيكون زين بيكون زين بيكون وايد زين. انزين والحين نبى ممشى، بس لا اول شيء خلينا نحط المداخل، لان هاي بتكون حديقه عائديه، سيتي بارك بتكون هاي، التوريزم اند ليجر نقدر نحط من بعد. بس الحين شو بنسوي؟ اول شيء خلينا نحدد المنطقه على اساس يسمح لي احط له زوننج الحدائق. اوكي ديستركت، انا اعرف شو يعني ديستركت. انزين بنحط حدائق من هني لين هذا كامل. انزين بنحط نشاطات مختلفة، بس النشاطات راح تكون متفرقة شوي، يعني بما ان عندنا ثلاث بوابات كبار نحن حق المدينة هاي، ولازم ممشى من وين؟ ممشى من عند هالمكان هذا اللي هو مكان سياحي. نيب اذا يستوي ايوه يستوي. انزين لحظة هذا يخرب شوية. انزين دعيبه بالطريقة هاي. انزين وشو اسوي؟ اجيب هذا هني. انزين اجيب اسوي تحديد نقطة نقطة هني وارفع هذا بالطريقة هاي على اساس انه ما يخرب الدنيا، وارد انزله ليش انزله؟ انزله ولا ارفع؟ لا بنزله 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 بالطريقة هذي على اساس شو اجيب؟ اجيب ممشى، اقدر اجيب ممشى من فوق سؤال من الشارع نفسه. انا هل اذا انا جيت من مستوى الشارع هل راح يشبك؟ لا ما راح يشبك صح؟ عيل هذا، لان ابغى اجيب لهم ممشى من فوق بعد. بس خلونا نركب هذا في وين؟ في هذا، على اساس الناس تقدر تمشي من هالمكان. يمكن حاطين على الاغلب فندق هني، هذا مو مشكله. بني بالموف التول الحركه هني، اصلا الناس اظني ما عندها مشكله تمشي من هني لهناك. ف شوفوا يشبك، تشوفونه تحت بالطريقه هاي. زين هذه المساحه الاساسيه. الحين بني بالسيتي بارك جيت هي نفسها. زين احنا سوينا ديستركت صح؟ كفايه هي كفايه وزياده بعد. انزين فبنيه بالبارك نفسه، سيتي جيت المين جيت وين راح يكون؟ مين جيت انا احس هني يكون مين جيت، لا هني يكون مين جيت. المين جيت العود حطيه وين؟ اخ حبه غلط يكون. ممكن اسويه بالطريقه هاي واحطه جنب باركن، لا خله بالطريقه هاي مش 100% سيده، لكن اظن it will be fine، اتصور انه بيكون اوكي. بنحط جيت هني وجيت هني، وبنحط لنا جيت هني وجيت هني. الحين الجيتات هاي يبالها بس توصيلات بسيطه اللي هي من هني لين لين شارع رايح شارع راد، ونشبك هالاثنين بالطريقه هاي. لان تعرفون ليش الوضع كله مش انه هو في شيء، بس اذا ارجع هذا مكانه اكسر هذا فانا اروم اشبكه بالطريقه هاي عادي. بس المشكله انا مجد منه عرفتوا، فخلنا نرجع هذا حبه ورا على اساس نشبكهم في بعض في الشارع. خلوا بالطريقه هاي، خلي بالطريقه الصوب الثاني ما بيجي ساس، الصوب الثاني بيكون في خدمات. وحتى هنا اذا حطيت خدمات مثلا دقت في راسي حط خدمات معينه، خلونا نحط ممشى هنا، هنا بحط خدمات معينه، لا ابغى تشي بالعكس. اوكي
هذا بنكسره. انزين الحين بالنسبه للمكان نفسه شو نحتاج؟ نحتاج مجموعه مطاعم طبعا ما عدا اليلسات، يعني لان اليلسات وهذا وين بتكون؟ داخل صح؟ مركزين معي؟ خلني بهذا عدل، ابغى شيء ياخذ مساحه على اساس الناس تتفرق، متي مكان واحد بعد. زين وبالبوابات هاي بعد تكون مشبوكه في السيستم. انزل انت ليش فوق؟ زين لو اسوي بالعكس نفس الشيء ليش؟ لانه هو مرتفع شوي. it looks nice though، يعني شكله زين. ابو وابي يقدرون يخطفون صوب الثاني ما عنده مشاكل. انزين بس اساس ان نسوي 9 الصوب الثاني. ايوه يا عدل شوف مضبط مضبوط. مني بواحد هني وهني، بس ممكن اسوي بالطريقة هاي. لا بعد حبة ابا من صبر، خلي اسوي بالطريقة هاي. بقص الشارع قص، لحظة نبي هني بقص الشارع. اوكي عادة سيتي ووك شارع غير على فكرة، ها سيتي بارك بس انا مغير. هني ما في مجال نحط وايد شغلات، بس في ممر على الاقل. انزين وهني كذلك، هني نفس الشيء في ممر من هني لين هني وخلاص، ما بعقد الموضوع. وعندنا هني ممرات، وعندنا هني اماكن، وعندنا بوابات. يبون ماي صح؟ ماي ان شاء الله فيهم ماي، الباقيين عندهم ماي. اوكي زين بعد احط شيء هني تفلسف عليه ما في. لحظه ايش ايش ما احط المنطقه كامل ماي وخلاص. اوكي في مشكله جاربج، مع اني نزلت مود لست جاربج بس يمكن لانه وايد سكنوا، وايد قاموا يسكنون، المانجمنت ولا الحل اللي عندنا ما يكفي. فخلنا نزيد شوي كم من لحظه هني لين هني، نحطي دارة نفايات 80,000 بير ويك، 24,000 بير ويك، 160,000 بير ويك. ها كل واحد كم في الأسبوع يشل؟ أظني هذا أكثر شيء اللي هو، مش هذا، هذا 72,000. واحد اثنين ثلاثة، عندما الخطارات أظني تتول بي فاين، المفروض يكون أوكي. في 25 ترك بعد 57، 570,000 يوم نزلته. أوكي أوكي نايس. نزيل ها ما عنده ماي، خلونا نمده بماي، هنتحطم علينا. نزيل كلهم عندهم مشكلة جاربج، بس تولف 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 شغالة. حطينا لهم ثلاث أربع ست أضعاف اللي موجود تقريبا فرضيا المفروض يكفيهم. ام سوري والله الزك ما هي ذبحتني. انزين خلينا نحطي على الكرنيش عند هذا الشركات اللي قلت لكم، قلت لكم بحط الشركات هنا. انزين بنحط شركات هنا وشركات وين؟ هنا عشان ننزل بعد شوي طلب العام. انزين فبجيب هني بجروبل، بنحط شركات، نبغى شركات، ونمسح كلمه باركن. ابو عماير حلوه شوي، اشكالها مودرن على نفس، ايوه على نفس الشكل هذا، بس ابغى شيء اخذ مساحه اكبر بعد اكبر. ابا ايوه شغله نفس هاي تقريبا، حاجه زي دي حلوه. بنسوي هني الطقم، سوري الطقم بنسوي هني. اوكي وبنسوي هني الشركات اللي هي هاي سلوب تو ستيب، ما اقدر احطي هذا هناك، اللي هناك خليه يبنوا على كيفهم. بس خلاص يسدها الباقي عادي، ما عندي مشكله شيء يبنون. يمكن احطي لي واحد ثاني
شكل هذا يركب هنا حلو بيكون، ممكن يركب بس احس ما يبغى له بلاغ في الوايد كاستمايزيشن هذا، مش لازم وايد يعني اركز عليه احس، بس حلو المرر هذا بيكون، المرر هذا بيكون جميل. ترى اظن هذا بس كبر في الفعل يكون شيء ثاني، شوفوا داخل اي ثينك سو، مش متاكد. انزين جاربج بايلد اب. انزين خلينا نسوي لنا الشارع. انزين لان عندنا شوارع نحن صح، من هني يمشي هذا مثل ما تقولوا اختصار في المدينة شوي، يمشي من هني لين لحظة، لأن هذا حق المستقبل بينفعنا، لأن في مشاريع مستقبلية أنا عندي. وين هني؟ بالطريقة هاي شارع جميل صح؟ هذا من ورا ليش؟ يمد الخدمات والمطار، يعني هاي وين بيروح المطار؟ من هني تقريبا صح؟ شوف قطار محلاية يمشي في نص المدينة ترى، والله جميل، شوف والله انه جميل، شوف مصابين بعد ما وصل، يا سلام احسه شيء حلو الصراحة، نايس. انزين تعليم شو وضعه؟ تعليم نص تعبان، بنحط تعليم، حط مدرسة على الحديقة. انزين مدرسة على الحديقة من هني، نحط واحدة مرة دايركت يحضن الحديقة هني، اي زين زين وايد زينات، ونحط لنا مدرسة هني وايد هني وايد هني وايد هني، يبغالنا بعد مدرسة، والله توي حطيت مال جاربج فلا تتشكون. زين وش اخبار الجاربج بروسسنج؟ المفروض انه يكون عندي اكثر من كفاية. زين كم بحطي؟ تعبت والله، ابو شارع خدمات لازم يكون، لازم شارع خدمات لازم، سوري والله اني مريض يعني، انا اسف اذا حد متضايق. انزين المفروض مال جاربج ربع عيون مهنيه الحين من عند المطار هذا، المطار اللذيذ هذا، يروحون لوين؟ لين هناك دي اتش ال طبعا عندي. انزين قاموا يقولون الجاربج لا، لازم نلاقي حل لهم، بشوف لهم حل بعدين. انزين خلينا نكمل الحديقة مالنا. انزين سوينا نحن من داخل الحديقة، الحديقة بيكون في شغلات وايد 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 أساسية، أبسطها هذا اللي هو بارك بلازا، بيكون في الوسط تقريبا، في وسط كل مساحة، بحط خطوط مشاة. شوفوا تصميم الحديقة في ثيم أنا في راسي أصلا، ف تقريبا تقدر تقول الوضع مش ضرب في العشوائي. انزين فابغى اسوي من هني لين هني بعد، ومن هني لين هني شارع، اوكي صحيح، من هني لين هني شارع، هني بيكون في بلازا، بس اخلي البلازا هني في الوسط، لان نسوي الشارع هني لحظة سيدة، لا بسوي سيدة من هني لين، ايه هذا السبب، اوكي من هني لين هني، تقاطع رقم واحد والتقاطع مائل هني، وصل الحين هذا شوية جدمة من غير ما اكسر شيء ما يستوي. زين بسوي بالطريقة هاي، وخلوني اسحب هذا هني، خليني اسوي الطريقة هاي، اوكي هنا هذا المدخل، اوكي هذا خلينا نمسحه. تو ما اعرف اذا تفهمت قصدي انا شو قاعد بسوي صح؟ ايوه توصل. زين بس اساس يكون سيده بالطريقه هاي، ممتاز. الحين التقسيمه هاي انا مستانس فيها، فشو بسوي؟ ببدا احط باركس بلازا اللي هي، شوفوها براويكم شو السالفه، هاي بارك بلازا تشوفوها عبارة عن نافورة
عادية فيها كذا، والنافورة العادية هاي اوه تعال عند المطبخ هني ناسنها تماما. انا سوري سوري انا اسف اعتذر منكم. انزين صبر خلينا نسوي هاي المنطقة هاي لين ون. تعال يصير لين لحظة لين هني لك لين هني هاي احس بالطريقة هاي والنيبة هني لازم نحطي وهذا نشله نحطي مكان الشارع. ايوه هذا انزين بلازا افضي هذا لا اوكي وين البلازا مالي بيكون عندي بلازا هني على الزحمة الاساسية يعني الشيبانيون قاعدين وين عند البلازا هاي بس هني وحدة هني هني وحدة هني بالطريقة هاي انزين شو نحتاج بعد حق حديقة؟ نحتاج مال شطرنج مقابل بلازا هذا اللي صدق شيبان رسميا ها رسميا شيبان هاي هاي ما يمزحون وهني لازم نزيد الدستريك قلت لكم ناس المكان قلت لكم تمام الناس انه زين نزيد دستريك هاي نزيد ونحطي لنا مال تشس لا بالطريقة هاي بيكون حلو وبلازا طريقة هاي تكون حلوة بنحط لنا تشيس بعد موازي تقريبا لمعظمهم شبه موازي مثلا هني مش موازي مش مشكلة يا اخي حطي بالطريقة هاي هني مش قضية بارك ام فوبوث هذا بيانات معلومات هذا علم اح دقيقة البارك ام فوبوث هما المعلومات تدخلوا تسألون وين تروحون في الحديقة هذا هو واحد هني بنحطي واحد هني بنحطي واحد هني بما ان الحديقة الضخمة بنحتاج مرشد فيها يعني انزين الحين لما نحطي لنا حاجات اللي تجيب العيد انزين ابغى احطي على البحر في نهاية كل شارع واحد لحظة ففي نهاية كل شارع بسوي انا اسف زين نسوي شوي طلع تشوف كم يكفي لحظة بعد شوية يبا زين هذا زين بس مو بزين بعد لأن هني شو بيستوي هو شكله أبيح لحظة أيوة هاي الطريقة شوف وصل لك كل شيء ما بيتشكى في نهاية كل شارع حبة من هايل بيكون زين بس إذا حطيت أكثر وايد بالغت أحس ما راح يكون جميل الاحتمال اللي ممكن يكون يعني أحس إنه ما بيكون ذاك الزود صراحة يعني ذاك يبقى كهرباء ما عليه بس على ما أذكر شارع الحديقة المفروض ما يبقى كهرباء يا أخي ليش يبقى كهرباء على الطريقة اوكي بيحصل كهرباء عاجلا ما عاجلا مو مشكله بنحطي لنا واحد هني الثاني ها شو بير هذا مال وديهم بحر صح واحد اثنين بير بعد عندنا نهايه ثانيه فيها شارع لا هاي الحلوين عند بعض احسهم بنحطي واحد لان بير اصغر بعد الموس ايوه لك بعد نحطي هذا اللي هو بعد بير نفس الشيء اني كانهم مطاعم ولا شيء هذا بنحطي بس واحد هنا الكبير مش الصغير على اساس زين هذا لازم زونك شوي ازيد شوفوا هذا بيكون بير نمبر 1 الصغير بيكون كبير هني اوكي رقم واحد رقم واحد ما يفرق معاهم مش كثر انا حاط زيادة بعد البايلت اب ما اعرف
يمكن أزيد واحد هني لحظة. يركب هني بيكون حلو، هني بعيد عن الزحمة الباقي. بنسوي منطقة سيرفيسات ثانية. أنا أظني مش منطقي كل هذا يكون عندنا أساسا. والله منطقي، ياس يستعملون كل شيء. واو كل السيارات فل. واو واو تتخيلون كل السيارات فل. واو مشكلة، مفروض عندي وايد بروسيسنج. زين اذا احط على الخط واحد هني مشكلة، هذا راح يعبي لي بولوشن، لكن بشكل قبيح بالطريقة هاي. معقولة كل السيارات مش ملحقة؟ الا اذا كان واحد من الاسباب هذيل. فهاي ليش ما عندهم كهرباء؟ زين ما عندهم كهرباء لاني انا كهربتي يمكن ما تكفي. لا كهربتي اللي عندهم ما تكفي. فخلونا ما عنده فيول. ليش مش كونكتد في هاي واي؟ هاي الهاي كونكتد، عندك كل شيء انت، مفروض يجيك فيول من كل مكان في الدنيا مفروض. زين مو مشكلة، بنستعير حاليا حق الطواري. باركنات هاي باركنات طواري هاي. يلا الغريب انه ما عنده فيول، المفروض انه عنده فيول لانه زين. يمكن واحد من الاسباب هذيل اني انا عندي قارب زيادة هناك. فخلوني احط هذا في هذا المكان. زين عنده ماي، يمكن هذا السبب ان هايل عندهم قاربج وايد وايد وايد. القاربج بروديوس مالهم ترى، يمكن الشاحنات حاولوا يوصلوا هذا المكان عن طريق الهاي واي. شوفون شاحنات القاربج ما تبين؟ هي تبين. اظن هالبنفسجي مال القارب تشوفونه شكله يطلعون برا على المدينة لهالسبب كلهم فل. فخلنا نغطي هناك بواحد زيادة اللي هو هذا. شوفونه ان شاء الله يحل بعض المشاكل، انهم ما يضربون خط على اساس يشيلون قاربج من هناك. يمكن يكون هم المشكلة، بس ها مش منظر لازم بحله. انزين جنب القاربج نحن نبغى خدمات ثانية، نبغى نحط ريست رومز. هذا لازم يكون متوفر بشكل كبير. ريست روم هني وريست روم هني اللي هو بيت الراحة للحمام واتبر تحبون تسمونه، اللي هو نفسه بذاته. انزين هاي يعتبر حديقة بحد ذاتها، يعني كأنه يعطينا افكت حديقة. نحط ريست روم هني، نبى جنب كافيه، جنب كل واحد بنحط كافيه. اوكي وبنحط كافيات تقريبا عند كل مقابل كل واحد اولموست. مش كلهم، مش 100% يعني. وهني ما بنحط كافيه، بنحط من مغضوب عليهم احسه ساحب علينا. انزين ونبى نحط العاب ياهال طبعا، اهم شيء العاب الياهال. عند الشي ورا الشيباني قاعدون، الشيباني قاعدون وهاي اللي يلعبون. اهم شيء الشيباني يرتاحون اهم شيء. وهني هذا وترامبولين جنبه. يا سلام نحط واحد هني وترامبولين جنبه. ما نبغى زحمة اصلا، انا ما ابغى زحمة، ابغى المكان يبين شوي فاضي. نحط ترامبولين، قلت لكم كان المفروض اشيل هذا من البداية، كنت ابغى اشيله ما شليته تذكرون. الحين خلنا اشيله. يا
يا سلام، تشوف الشكل بس ممتاز ممتاز، ما ابغى ازيد، بس ممكن حق اليهال نزيد هايل، انه في النهاية حديقة يعني، مش هايل. لا اعطي لهم كاربون برز، ممكن تكون في حديقة. ايوه هذا حق اللي يبغى كاربون برز هني، مكس شوية. زين الحين ارجع للسيتي هاي وحطي شغلات هني على البحر. هاي الاسد بس حق البحر، حق اللي يحب يقعد صوب البحر. شوفوا تقريبا مسافات تقديرية انها تكون الطريقة هاي، ان الناس تقعد اظني بس على البحر، اظني هذا راح يعطي منظر منظر جدا جميل. انزين 1 2 3 4 انزين يلا انزين، نحطي لهم ثم نحطي لهم ثم نحطي لهم قد ما تبه، اهم شيء ما اكسر الشوارع، خلهم يقعدون على البحر لان المنظر حلو اصلا على البحر، يعني منظر جلسة على البحر اساسا. شوفوا يا سلام، هي هاي حديقة، هاي حديقة في كاربون برز اهم شيء هني. امل يا هال، هي ها ممكن يكون امكان، بس مشكلة ارضيته بس ما بغيت تكثر على اساس ما يبين الفرق وايد. عندهم كل شيء ترامبولين، شوفوا يلعبون يا هال محلاهم. زين كم واحد يجينا نحن هني الحين؟ بارك انفو اوريدي انا ما ادري 200 وشي الى اخره، نحن سايسل 6400 وكذا الى اخره، اتراكتف 600، بارك اريا اوفر فيو اللي هو يعني ممتاز. يعني الموضوع انه 200 200. الحين شغلات صغيرة كنت بقولكم نسويها هني، يعني ندق شوي ستوب. شو الجاربج خلص؟ هي كان اللي هناك مخرب على الجاربج كله اظني. صدقون شوفوا 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 الفرق، شوفوا كانت مدينة ثانية مخربة على المدينة هاي، فخلنا نشيل هايل لان اظني الحين هذاك شغال، هاي امورهم طيبة. شوفوا لانه مش شغالين، هي الحين اوكي. شوفوا محلاء العمارة قامت تطلع، يعني الحديقة انا اشوفها زينة، بس في بالها يبالها شجر. نحط لنا هذا الشيرة زين و سترينث مش وايد، اوكي زيد الشيرة هني اللي شوي عشوائي. زين خلينا نحط شير 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 شجر. يا سلام شوفوا هي حديقة عندنا، ناس تيجي تتمشى تستانس كذا ويسوي نجوم من وراهم اللي هم هايل، تلقى عليهم كلك وعندنا فلوس ترى قاعد تزيد ما تنقص على فكرة كاقتصاد انا اتكلم. انزين الحين هني بحط دكاكين، بس الدكاكين هني خلي دق ستوب حق اللعبة لان في وايدين يضايقون هالشي اظني. انزين هذه المنطقة دكاكين، دكاكين بنب من هني عندنا شوي شغلات، مثلا مال هذا بترول صح، نبا شوفوا حطت بترول نبا، هذا ستيك هاوس اوكي اخباره، هذا بياخذ من اللي وراه ما نبا، هذا مال برجر بحط 3 عند بعض، بنحط كافي بينز نبا اصغر نبا اصغر نبا اصغر، محلات اكثرها فور تصدقون. ايوه مثلا اوكي يخبرني وين هذا، مثلا نحطي محل هني سوبر ماركت، فيول سبلاي ثاني، هذا المكان الاساسي اللي الناس قاعدة يعني بتيلة، فمو مشكلة شوي نكرر شوي شغلات. هم مكانهم الاساسي الاساس. اوه داون برجر، نقدر نحط ستاربكس، ستاربكس مشكلة ياخذ مساحة، فستاربكس كالعادة
بياخذ مكان مميز. الشغلات الكبيرة أخلي هذا لين هني، الشغلات الكبيرة اللي بحطيها نفس ستاربكس، أنا كامل ستاربكس، شو رأيكم؟ أحس إن فكرة حلوة، أنا منطقة بس حق ستاربكس. زين، كاروش ما نبغى، أظنها توه حطيته بس ما عليه، مشكلة عنده فرعين مش غلط. ونحن سايرين هاي ما بين مال ايس كريم مال هالسوالف مال برجر وهاي الامور اللي نحن ما نبغاها، تسوي سبون عشوائي ولا يطلعون بشكل عشوائي. بيج بايت خلي مطعم اصغر، وين مشكلة؟ هذا بعد هذا محل دكان، هذا عندنا بعد دكان ثاني ودكان ثالث دكان رابع. ولا تزعل أساس بس الحلال الحرام، أنت ما تكون برا على الحسبة. الحين بشوف الشارع هذا، لو تشوفونه هني مكان فاضي عندي، ما أحب أخلي حق اللعبة ما عليه، بس بنشوف. لا لا، بنا مال البرجر مالنا هذا، إيش اسمه؟ بوبز برجر. بوبز برجر، ها شوفوا محطة بترول، محلين كنتاكي، مش كنتاكي هذا دونتس. ونحن سايرين محلات محلات محلات. نايس نايس، شوفوا ستاربكس عجيب والله، حلو انهم جنب بعض صدقهم حلوين. بس هاي محلات كشكل اساسي يعني، تلو تشوفونهم ان هالمكان الناس اذا بدي تعبي بترول ولا تسوي شيء ولا هذا، اتس نايس يعني. شوفوا باركنات قامت تتعبى بالطريقة هاي. شوفوا الباك هذا منزلين لنا سيارات كلاسيك في اللعبة، تشوفونه بكاب سيارة مش انتي، هذا ما ادري شو سيارة قديمة. في باكس انا منزلينهم سيارة سيفيليان تانك، ليش واحد مدني عنده دبابة في الاساس يعني؟ سؤال، هذا شو عنده؟ كرايم ريتز هاي، كرايم ريتز هاي عادي، نقدر نحن نحطه هني ستيشن صغير، نحط عيادة صغنطوطة، مش عيادة، خلينا نحطه شو مركز شرطة زين صغير. هذا نحطه هني عند كل بوابة مركز شرطة. اوكي، لانه ما يوصل للشرطة، نحطه عند كل بوابة مركز عند هذا، ها مركز شرطة عند محطة البترول، شوفه. اوكي وصل. او نقدر نحط حتى هذا كابن صغيرون، شوفوا هذا فنان، نحط لهم مون بوليس كارسي ما لهم حقهم، عرفتوا؟ نحط تو كابنز هنا، ها طيبة. لا بريتش هذا ما ينفع، لا لا لا، بنحطي عندنا وايد جغرات. ول ما نبى جيش، ما نبى ها، ما نبى ذاك. هذا كم دورية فيه؟ دورية واحدة، نبى شي شوي فيه دوريات أكثر. هاي شو؟ بس هيد كوارتر ما نبى، يعني ممكن نحطي، أنا أشوف either very small things like this، يكون في 5 سيارات، وبدل هذا بعد امسحه نحط مكانه مركز شرطة صغيرون، وهذا بعد بستغني عن بوب برجر، بحط مركز شرطة صغيرون. كصحة كيف حالهم؟ 200 200، المطافي ما فيهم حيلة. بس شو بسوي عشان حرائق الغابات؟ وهذا ظني عادي يكون زي من الحديقة يعني، من تصور الشخصي ممكن يكون يغطي هذا نص المدينة، ممكن نحطه هنا بالطريقة هاي برج المطافي مالنا، لأن عندنا هنا حدا يقول إنه ما نبى مشاكل حدا غابات وهالسوالف.
فبيكون ممتاز يعني. لا اوكي بيكون وايد زين. غطى لين هني غطى وشباب زين. لا ممتاز ممتاز. التعليم شو وضعه؟ 200 200 ثانوية ما عندنا ثانويات. احنا حاطين مدرسة ثانوية في هذا المكان. خلي ابن محولة مو عليكم. حطي ثانوية عندنا في هذا المكان. نحطينا ثانوية وين؟ هني ثانوية. كل ثانوية تاخذ 1000 نفر. في عندنا ثانوية تاخذ أكثر. وين صارت؟ هاي 600. هاي هاي سكول 1600. زين نبى بعد أكثر. هذا الجامعة ما نبى. بنهدم شوي بيوت ما عليه. ما عندي أولوية وايد. زين إذا السالفة هاي أحسن ثانوية نحطيها حاليا هاي. خلنا نحط مجموعة مدارس. أما خدمات أساسية يعني من حقوقهم كأفراد مجتمع عايشين إن يكون عندهم ثانوية عامة. بعدين عادي كثافة سكانية أصلا عالية وما عندنا المشاكل الخرافية على في ثانوية هني. حطي ثانوية هني. لا 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 خلنا نحط هاي كمدرسة ثانوية بعد. هاي فينيكس فأبقى أحطيها هني. أيوة 1 2 3. شوف هاي شكلها يوم تحطونها مكان واحد جنب بعضها. شوف محلاها والله أنها جميلة يعني وايد جميلة المدرسة هاي. أنا في حد قال لي مرة في الكومنتس أنا أدرس ولا درست في هالمدرسة هاي ما أذكر منه الصراحة. بعدين نحن عندنا الأولويز ديماند هذا يخلي الناس شغالة تي بيكون عندنا شوي زماد بسيطة. بس أنا أحس هاي حلوة كثانوية هي ضخمة فنانة الصراحة فنانة فنانة يعني. فحلو نحط خدمات وما نحط وايد لهذا. انا احسه شيء جميل. انزين بنحط بعد الثانويه هني لانه مقصر ويا المكان. انا الطريقه هاي خلي الناس اذا كثافتهم زادت بيبنون عماير. انا ما عندي مشكله المفروض صح. والثانويات هاي حلوين بعد من ستايل المدينه احسهم احلى من الثانويه العاديه. ممتاز واللي هو اكثر من ممتاز حاليا يعني. وضعنا 200 200 هذا ما نبغى وايد عندنا. جامعه شو اخبارها؟ جامعه ما عندنا مشاكل بجامعه. جامعه احلى جامعه نفساي. حطي لهم ريسيرش ساينس سنتر هاي تعتبر جامعه. هاي احسها في نص المدينه او مش في نص المدينه بالضبط. لا لان احنا عندنا جامعه صح بس مش هني. فخلونا نحط الريسيرش سنتر هذا كانها جامعه هني. ما يركب ما احس بيكون وايد حلو هني. مقام بيكون هني زين جنب المواصلات. انا احسه في نص المدينه لو اكسر شويه هني احطيه في الوسط بيكون احلى وايد. ما اعرف انا احس بالطريقه هذه. لحظه زين لا انا بحطه هني وانتوا اكتبوا لي تحت في الكومنت شو رايكم في الموضوع. اوكي كلهم حصلوا جامعه. التعليم عندنا ممتاز معناه كثافه سكانيه عاليه معناه كل شيء. عندنا 52 الف واحد فتخلي تشوفونه مع هذا المود هذا الحلو اني انا اقدر مثل ما تقول ليش كرايم ريتس هاي. وهذا شو يسوي حضر الجنابة في 5 دوريات؟ بعرف شو اللي يخلي الكرايم ريت هاي يعني
ممكن النقص التعليم شوي بعد يخليه ترى أعلى على فكرة. يعني وين صار الهيد كوارتر؟ لما نحط هذا أو هذا أو بنحط هذا وين مكان يكون حلو، يعني نبغى مكان مميز هذا هني. لا بيكسر الحديقة هذا، شو بيكسر الممشى اللي ورا ستاربكس؟ خليه كسر بس صبر، خلي اخليه شوي ما يكسر العمارة هاي. اوكي الممشى اللي ورا ستاربكس بيكسر يعني، خليه يكسر. شو هذا اسرع بالطريقة هاي يعني، ونجيب الممشى من وين؟ من تحت ليل. ما بيركب هنا بس عادي، ما يبالي يعني، مش القضية اللي انا تشوفون اكثر الناس اللي تستعمل ماشي. سياكل بعد فيه، ايه في واحد بسيكل جاي. شوفوا الزحمة اللي هنا، شوفوا الزحمة اللي على الحديقة. واو واو في زحمة والله على الحديقة. شوف بعد الناس تزيد، انا يعني كثر ما ننقص يعني معماير بعدها الناس قاعد تزيد، يعني حتى المستشفى يمكن اتوقع قريب من كذا. هذا تذكير شو اخباره؟ ليش ما عندنا كاباسيتي حقهم؟ حطينا نحن مقبرة صح؟ خلينا نحطي مقابر هذا جزء من المدينة. ها كم يشل؟ 3000 وايد والله. نحطي عنده في هالمساحة بالطريقة هاي سيارات، ما يصير سيارة زيادة. أفوا أفوا انزين. أوكي وصلت لك كهرباء، شوفوا فاضيات، خلهم يعيشوا حياتهم. بس في زحمة والله، في زحمة وايد على المدينة، وأخاف إني مستهين في الزحمة شوي. بعد في باصات، في كذا، في مترو. مترو بس خارجي صح؟ خلونا نسوي مترو داخلي، نسوي مترو هني حق الحديقة آخر شيء. أوكي نسوي مترو حق كان هذا مترو. شوف شكله كيف ركب عدل، يخسي نركب عدل والله. ما اقدر ارفع حتى، اقدر لا، خلنا اسوي لك كليك ما ارتفع. فالحل الافضل لهذا اني انقله، هذا معناه بيركب هذا مقابل والله زين، مقابل الجامعة والله زين. لا زين، يحل لنا مشكلة ثانية. وناس تداوم، الناس هني بتي اسرع، وناس عندنا بتي المطار، لازم يكون في مترو. اوكي في ناس في الدو، 1 2 3 4 في نص المدينة، يبغى واحد بعد صح؟ بس اللي في نص المدينة خلى هذا. هذا تشوفونه، هذا اللي في نص المدينة على أساس ما يكسر الدنيا. انزين بنسوي حقهم انفاق. لحظة، نفق شوية أساس الناس تمشي أقل. زين يبالنا واحدة في الدرب هني صح؟ والله I'm not sure بس أوكي بالطريقة هاي. خلنا نسوي لهم مواصلات داخلية الحين، اللي هي عن طريق هذا المترو لازم يروح هني. اتصور انه يبي يجي الجامعة ومنو والمينا، كلهم اتصور في نهاية اليوم يبون الجامعة ومينا. واللي يجي هني
نروح هذا المكان، نروح الجامعة، يوقف غصب في نص المدينة ويرجع، صح؟ المفروض وايد يخف الزحمة أصلا يعني، لأن استوى عندنا طريق بديل اللي هو نقل الناس هني. كم بينتقلون في الأسبوع الحين من مترو؟ استوى عندنا مترو، بشوف أعدادهم لازم تزيد خلاص يعني. قطار يجونا 200 كذا، باصات يجونا ناس يعني. حطيت تكاسي بعد حكم حق الحديقة وهاي الأمور، حطيت هم عند الخدمات 4 مال تكاسي زين، بنحط لهم باركنات خلال يعني في المدينة نفسها. يعني مثلا محطة الباصات مالنا وينها؟ هاي نبغى فيها، مشكلة انا اوريدي زاح منها زين. بس تعرفون شو، 1 2 هني بعيد عن الزحمة اللي هناك عند الخدمات، هاي اساس انه يمشون داخل هني ويقدرون يمشون يعني. عندنا ممرات في الوسط وفوق وتحت كل مكان، وممكن بعد نحط هني باصات، ما بسوي زحمة هالصوب لأن الباصات توقف هني. اوكي، وبنحط في الحديقة نفسها هني عندنا مكان حق التكاسي. ما اظن عندنا مكان ثاني فعلي، عندنا ممكن هني احط 1 غصب، يستوي 1 غصب ويستوي عندنا هني 2. اوكي، هاي اللي بيتنقلون عن برد تكاسي، هاي ميزانيتهم تكون احسن من غيرهم في العادة. هاي اللي بيدام في الشركة بتاكسي، كيف شكلها طلع؟ لا شكلها اوكي زين، ان احط له هاي ال اذا هاي ريحت المواضيع. بس ممكن بعد في نفس الوقت، لا اوكي ما عندنا مشكلة. بعدنا بتكاسي غير عند المترو هذا، 1 بنركب بس خلاص. مطار اكيد مطار لازم، مطار صغير كأنه مطار جزر، عرفتوا؟ باركنات كله باركنات تكاسي المطار طبعا، توكا باركن تكاسي على المطار. وين دخلنا؟ حتى خطوط مشاة، لحظة باركنات بدون خطوط مشاة، عز الله يا ابن العيد. زين مش هذا، لحظة كان عندنا ماشي خطوط مشاش لا يكون شليت الم... اوه نسيت المود شكل ما شغلته صدقوا. افا زين عقب بشغلة. انزين شوف كم الناس اللي تمشي في مترو هني، مترو اللي هني شغال، بدأ يشتغل، بدأ الناس شوي شوي بتعود على المترو يعني. بس عندي كم ناس يمشون عريرهم مش طبيعي، لوين يروح هذا؟ 4 أيام مشي حبيبي من المطار يمشي، يا الله ليش ما في محطة باصات هني؟ شو وين وقفت الباصات؟ تقولون ما في مكان حق باصات عند المطار، أهم مكان في المدينة، لازم واحد يجيك محطة الباصات للمطار. أكيد في حد يبي يطير، لازم حد يجي من هني لين المينا ويرجع. بس لازم حد يجي من وي أبعد، ولا ممكن نضيف خط عليه اللي هو إني بحد عند الحديقة برا، دخله في الخط هذا ونرجع هني. وهذا نفسهم حط هذا، نسوي باركن هني يروح لمحطة الباصات. كل أحد لازم يوصل محطة الباصات أهم شيء. زين وهذا جزء من المدينة عندهم مواصلات، في حد عنده الدوامات؟ لا، فلازم الدوام ناس تي محطة الباصات كذلك. زين وتروح إلى، هلا ناخذ لفة الصوب الثاني، لحظة محطة باصات هني، محطة باصات هني بالطريقة هاي دواماتهم نوعا ما. لأن الحين عندي المشكلة أنا وين، شوف الهاي واي وين يدخل، الهاي واي يدخل في حضنة صناعية هني، وهذا الهاي واي بيسوي لي أزمة عالمية. هذا لازم يتغير أصلا، لأن الحين الاكستنشن الجاي بيكون عندنا مدينة هني،
بيكون عندنا مدينة، فالمدينة راح يكون لها بعض أمور لازم نستكشف شو نحن بنسوي. بس في النهاية هالديزاين أحبه أنا، ما أعرف ليش ديزاين جميل. أما ما وصلت في شيء أنا معقولة. أنا لا هذا اللي حاطني عند محطة البساط أصلا، مش ضمن محطة البساط هو، أنا مسطل. زين هذا الخارجي والداخلي، بس الحين استوى عندنا نقاط وايد يعني خلاص. شوف الممر والله حلو، أحسه كان مشروع ناجح والله. الناس تيجي الحين تستعمل تكاسي، الناس بيستعملون معظم أنواع المواصلات اللي موجودة. التكاسي أشوف مو قاعد يستعملونه وايد، بس في زحمة عنه، في كثافة سكانية عرفته. ودائما عندي التعليم مثل ما تقولون في نقصان، يعني المفروض يكون اوكي. عندي استيعاب، قوة استيعابية كبيرة انا عندي، المفروض ما يكون مشكلة، بس هم مسوينا مشكلة. زين انت شو مشكلتك؟ نتينا في قدس تسل. اي يبغانا منطقة صناعية من الخاطر يعني، مع كل اللي موجود يبغانا منطقة صناعية غيره. بس هاي حتى هني تشوفوا، حتى حطيت اي شيء وروحت الحين اذكر انا شو سويت. هاي ليون وين ليون يلفون هني صح؟ لان هذا معناه واحد من الشغلات البسيطة اللي اقدر اسويها لهم، اللي هي زين خلنا نحطي لهم whatever electricity، خليه يشتغلون. هاي الوايد ديماند على الكهرباء عندهم. زين بنحطي لهم باركنات على الشارع، يلا على البحر، شو تبون اكثر؟ ايكو فريندلي؟ لا هذا بمسح، هاي لازمين في بعض خلهم. وغيروا على كيفهم، وسووا على كيفهم، وهدموا على كيفهم، وكل شيء على كيفهم. زين بسويه هو، انا بسوي خطه هنا يمين اللي هو راح يتغير طبعا اكيد مع المدينه الجديده، بس هذا حاليا للمدينه الجديده نحط تخطيطها يعني. زين خلينا نسوي بالطريقه هاي. خلينا نحط لنا شارع مهني، خلي يزعلون برايهم. شارع مهني زين. اوكي الشارع، لا اوكي اوكي الشارع. اظني الناس اللي تبغى تروح سيدة والله طوفتها غصب انا. زين اظني الناس اللي تبغى تروح سيدة بس تكون مستانسة، فخلنا النيب شارع الناس تبغى تي الشارع الثاني. نبني بشارع ثاني لحظة. من هني لين لحظة خط سيدة، مش 26-30 حتى يمكن. زين الطريقة هاي جينا بالطريقة هاي. شوف والله مش غلط يعني، ومعظم شوارع العالم تسوي الطريقة هاي. كيف تحل مشكلة ركب شارع. زين انا اسوي بس شوي شكله يكون زين. لا اوكي الحين شارع على طول استوى زحمة. ما عندهم وقت والله. مطار كم واحد يطير فيه يوميا؟ 64. ما في زحمة على المطار يعني. المهم هاي كانت حلقتنا اليوم. 500 واحد وصل المترو. مشكورين على متابعة الحلقة ولا حديقة الكورنيش الجميلة اللي كلها جرائم، وقد ما حط شرطة مع زخو يستاهل كل. زين بشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.